الوزراء واقفين، ولكن درس لدينا تأشيرة أخيرة ديال عند وزارة الداخلية حتى ما تأشرت. ثم عارفين كنت عايكم في المدود وقع إشكال الكود كان كنترول بزنزان، دابا ننتظر في هذا الأسبوعين الأخير باش تأشر. معارض لا أحد يمتنع وصدق المجلس الأغلبية أعضاء الحاضرين على هذا الباب مع اجتماع واحد. شكرا على الاستضافة. بالفعل اليوم صدق المجلس على 45 نقطة ونقاط جد مهمة، فيها تقريبا واحد 8 ولا 9 ديال المحاور الأساسية. الأول هي مشروع ديال الميزانية ديال 2024، كذلك هناك محور مرتبط بالتضامن المجالي والاجتماعي من خلال المساهمة ديال مجلس الجهة في صندوق التطبيق ديال الأثار ديال المرتبطة على الزلزال بالمغرب. المحور الثالث هو مرتبط بالجاذبية والتنافسية من خلال التأهيل الحضاري وتتمين المآثر التاريخية وتأمين البنيات التحتية الأساسية. المحور الرابع هو محور جد مهم وهو مشكل ديال تدبير المال الماء وتنويع مصادره. اليوم الحمد لله جينا من سياسة القرب بالنسبة للتدبير المائي، فحاولنا باش نشوفوا شنو الإكراهات اللي كاينة عند كل ساكنة عند كل إقليم. فاليوم حنا بصدد الشغال على واحد الخط إن شاء الله، واللي الدولة الحكومة كلها مكبب في الدراسة، واللي إن شاء الله أما قريب عم بدأوا هذا المشروع هذا ومجلس الجهات أو عين خارط في هذا الطرد المناعجي من مواد المخازين حتى نسد خوفة في العريش، وهو اللي عيزود مدينة طنجة بالإشكاليات اللي كتعيشها ديال الماء. كذلك هناك محور مرتبط بالتنمية الاقتصادية، كتعرفوا بأن هناك طلبات كثيرة على المناطق الصناعية في هذه الجهة، منهم طنجة منهم ديال الحسيمة زون اللوجيستيك بعد مناطق ديال في إساقان. كذلك حاولنا باش نقربوا التنميه في كل مجالها. كذلك محور مرتبط بالبنيه البيئه والحفاظ على الثروات المتنوعه. كذلك هناك محور مرتبط بالتنميه والعداله الاجتماعيه، فهنا كنهضروا على الفك العزله، فاشكاليه حقيقيه كيفاش يمكن نقدموا خدمات ديال المساكنه بالنسبه للنقل المدرسي. فالحمد لله هنا دوزنا يعني ما يفوق على واحد 5 ولا 6 ديال الاقاليم، باقي لنا اقليم واحد ان شاء الله نتاكوه في الدورات المقبله. والمحور الاساسي اليوم هو عطينا انطلاقه ديال الصندوق الدعم المقاولات في شق نوردي اللي سميناه، بان هذا مشروع اللي كنا متحمسين فيه، والحمد لله اليوم وصل، والانطلاقه ديالو اللي فيه تقريبا مليار ديال الدرهم. كل سنه نخدموا على 200 مليون ديال الدرهم، فهذا ان شاء الله الا وهو يزيد يقرب عند الساكنه وعند لي بورتور دو بروجي اللي هما ما كيوصلتهمش مثلا في الاقاليم اللي هي ما عندهاش امكانيات. فالحمد لله حنايا بشراكه مع جميع من هذا المنبر كنشكروا جميع المؤسسات اللي تهيا قدمت لنا خدمات، واللي هي راه الاشاره اليوم بالمقرات ديالها كغرف تجاريه، غرفه تجاره، غرفه ديال صناعه الصيد البحري، غرفه ديال الصناعه التقليديه، غرفه الفلاحه، فكل ما يكونوا مواكبين معنا ان شاء الله هذا الصندوق هذا لصالح هذه الجهه. شكرا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.